حسناً، أنت تصعد إلى السطح في الليل لتنظر إلى النجوم، لكن السماء بأكملها حمراء كما لو كانت غارقة بالكاتشب، والشهب تبدو كبطاطس مقلية في السماء. هذا أمر لا يصدق، لكن هل يمكن أن يحدث؟ لطالما طرحت هذا السؤال على نفسك، لكنك لا تعرف ذلك الآن. لقد استيقظت لتوك في مختبر ما وتشعر بدوار وحيرة، لا تتذكر من أنت أو كيف وصلت إلى هنا. حسناً، تشعر أنك بخير، مجرد أن عينيك تتألمان قليلاً. ترى عدة صناديق وأقفاصاً تحتوي على صراصير وثعابين وخنافس الراوث ونسور، وهناك تارسير يحدق بك بعينيه الكبيرتين الجاحظتين. تجري قطة تحت قدميك قبل أن تتفاعل مع ما يجري من حولك. تسمع الآن أصواتاً متجهة نحو الغرفة، يخبرك حدسك بالخروج من هذا المكان بأسرع ما يمكنك. يلحقك معارضوك، تسمعهم يصرخون توقف وكلاماً آخر لم تتمكن من فهمه. تجد نفسك في ممر طويل وتندفع عبر مخرج الحريق في نهايته. أنت الآن في منتصف مساحة خضراء. المبنى الضخم الذي هربت منه يبدو كقاعدة سرية. تتسلق السور العالي المحيط بالمجمع وتجري إلى الغابة. بعد مرور بعض الوقت تقتنع بأنك هربت من معارضيك. يمكنك الآن أخذ قسط من الراحة ومحاولة فهم ما يحدث. تصعد تلة عالية وتنظر حولك، يمنحك غروب الشمس الأحمر الخلاب بعض الراحة الداخلية على الفور. ترى مدينة بعيدة في الأفق. تتمثل مهمتك الرئيسية الآن في الوصول إلى هذه المدينة قبل حلول الظلام. يتحول جريك إلى هرولة ثم إلى مشي ثم بالكاد تتحرك. تشعر بالإرهاق وترى في تلك اللحظة ظلال أشخاص مع كشافات متجهة إليك. لا تمتلك القوة للركض بعيداً، لذا تقرر الاختباء في شجرة طويلة. يمر الأشخاص أسفل الشجرة دون أن يلاحظوك، لكن تنظر لحظتها للأعلى وترى شيئاً كاد أن يتسبب في سقوطك. لقد غابت الشمس أسفل الأفق، لكن السماء مغمورة باللون الأحمر. ترى القمر يلمع بلون أصفر فاقع، وترى آلاف النجوم البرتقالية والصفراء والبيضاء والزرقاء تتلألأ في السماء. ما الذي يجري هنا؟ هذا أمر مستحيل. هل حدث شيء لغلاف الأرض الجوية؟ أو ربما أنت على كوكب آخر مختلف؟ يتسبب مزيج الجمال والخوف من الفضاء المطلي باللون الأحمر في سقوط دمعة من عينك. تهبط من التلة وتشعل ناراً، فالوقت قد تأخر والجو أصبح بارداً. لا تتذكر من أين تعلمت هذه المهارات، لكن تتمكن من إشعال النار بدون أعواد ثقاب وولاعة، بل من عصي وحجارة فقط. لكن اللهب شفاف وغير مرئي تقريباً، وذلك بسبب الوهج الأحمر البرتقالي القادم من السماء. تمتزج أوراق الشجر الخضراء مع لون السماء الأحمر وتبدو بنية اللون. يمكنك البقاء لمشاهدة هذا العالم الجديد لأيام، لكن صوت انسحاق الأغصان والأوراق ينتشلك من زحمة أفكارك. يمنحك الخوف بعض القوة وتركض إلى المدينة. أبواق السيارات، صافرات الإنذار، تعلو أصوات الحضارة. كدت أن تصل. تنتهي الغابة أخيراً وتجد نفسك على الطريق. تمر بجانبك سيارة إسعاف، لكنك تستطيع بالكاد رؤية أضواء صافرتها الحمراء لأنها مندمجة في الوهج الأحمر من الفضاء. فجأة تستعيد أجزاء من ذاكرتك. أنت عالم درس الفضاء طوال حياته، والآن أنت تعرف سبب لونه الأحمر. يبدو أن نجماً فائق القوة قد تشكل بالقرب من الأرض. إنها الإجابة المنطقية الوحيدة. إن الفضاء أسود في العادة لأن النجوم بعيدة جداً عن بعض وعن كوكبنا. أقرب مسافة قد تصل إليها 4 سنوات ضوئية، وستستغرق هذه الرحلة 137,000 سنة للانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء، والضوء المنبعث منها لا يمكنه إضاءة هذا الفضاء الشاسع بينها. لكن ذلك يصبح ممكناً عندما تقصر المسافة. أنت تعرف هذه المعلومة لأنها بالضبط السبب في وجود فضاء وردي محمر حول سديم رأس الحصان. يتم امتصاص الضوء الهائل من النجوم الزرقاء القريبة بواسطة الهيدروجين، وهي المادة الأكثر شيوعاً في الكون. ثم تتصادم ذرات الهيدروجين المشحونة مع الإلكترونات وينتج عن ذلك الضوء الأحمر.
لو أن نجماً أزرقاً أقوى 75,000 مرة من شمسنا تمكن من الاقتراب بطريقة ما من الأرض، فإن كوكبنا، كلا، نظامنا الشمسي بأكمله سيكون في خطر. يجب عليك العثور على ناس وتحذيرهم بأسرع ما يمكن. تركض على جانب الطريق وترى لحظتها مطاردوك يخرجون من الغابة من حيث خرجت للتو. تسرع في الركض وتجد نفسك في شارع مزدحم، تريد الصراخ على الجميع بالاختباء في منازلهم والبقاء في القبو، لكن تلاحظ شيئاً. إن الجميع هادئون للغاية، سماء الليل حمراء، وكل هؤلاء الناس لا يكترثون ولو قليلاً، يبدو أمراً طبيعياً لهم. ربما أنت بالفعل في كوكب آخر؟ أنت غارق في التفكير لدرجة أنك لم تلاحظ أنك توقفت عن الحركة، وحينها تمكن الأفراد من القاعدة من الإمساك بك، لكنهم لا يبدون كأشرار، بل على العكس، إنهم سعداء برؤيتك. يسألك أحدهم: لماذا هربت؟ ما الذي حدث؟ تصرخ عليه مجيباً: أنت أخبرني، لماذا لون الفضاء أحمر؟ ينظرون إليك مبتسمين ويقولون إنك أنت من فعل ذلك. فعل ماذا؟ أنت في حيرة شديدة. في تلك اللحظة تستعيد بقية ذاكرتك. أنت عالم متخصص في البحث عن الرؤية، خاصة في الحيوانات ببصر أفضل من بصر البشر بمئات المرات، مثل الصراصير والثعابين وخنافس الروث والنسور والتارسير والقطط. لقد تمكنت من جمع خصائص رؤيتها الفريدة ودمجها في العين البشرية. عينك بعبارة أدق، لا يمكنك الآن الرؤية لمسافة شاسعة البعد وبوضوح فحسب، بل يمكنك أيضاً الرؤية في أطياف مختلفة: جاما، فوق البنفسجية، تحت الحمراء، طاقات لا يمكن لأي عين بشرية أخرى رؤيتها. يتحسن نظرك كل ساعة منذ بدئك للتجربة. أول لون تراه على الحساسية الفائقة الأحمر، لون الفضاء أسود كما كان دائماً، لكن يمكنك رؤية التوهج القادم من سديم رأس الحصان ونجوم أخرى فائقة القوة تضيء ذرات الهيدروجين. العرض الجانبي الوحيد أنك فقدت ذاكرتك مؤقتاً، لذا لم تتعرف على زملائك من المختبر. الطيف الأحمر مجرد البداية، ستتطور رؤيتك بشكل أكبر مما سيتيح لك رؤية ألوان وطاقات أخرى. ستتوهج خطوط الكهرباء والمايكروويف، وستتحول سماء الليل في عينيك إلى مزيج فائق الجمال من الألوان. لذا أجل يمكن أن يصبح الفضاء الخارجي أحمر اللون في حالة واحدة إن أتاح لك نظرك رؤيته بهذا اللون. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.